تعرف المدير العام المواطني توجها نحو الرفع من تخليق الحياة العامة والرفع من تخليق العمل الشرطي، ويظهر ذلك جليا في انخراطها في عدد من المشاريع التي تهدف أساسا إلى من ناحية العمل على إشاعة ثقافة مثلا مكافحة الفساد في كافة أشكالها بما فيها الرشوة، ومن ناحية ثانية كان هناك عمل دؤوب على تحسين الأداء الشرطي كافة المستويات، يظهر جليا في زويد مصالح الشرطة هذه السنة بعدد هائل من الإمكانيات من ضمنها ما يفوق 1000 مركبة ودراجة نارية تساعد في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها بما فيها الجريمة الإرهابية. إذن هذه كانت يعني مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المديرية العامة الوطني في اتجاه التواصل من ناحية مع المواطنين، وكذلك من أجل إحساس أو تحسيس الشرطي بأهميته، ويظهر ذلك جليا من ناحية أخرى في اتجاه نحو ترسيخ آليات الحكامة الجيدة من خلال لأول مرة في تاريخ المديرية العامة الوطني أن المناصب التي مفتوحة لكافة الشرطيين للتباري عليها في شكل مسطرة ظاهرة جلية لا تحتمل أي مغاربة. الآن سنتابع استعراض جماعي لإظهار الأفواج المشاركة بعض الوسائل والسيارات الحديثة التي تساهم رقة العمق، وهذه المناسبة يتم استشراف مستقبل واعد بقيادة مولانا المنصور بالله وأوفياء شعار الخالد الله الوطن الملك. السارية الموالية وهي لحملة السلاح. وهدفها المشاركة في مختلف الأعمال النظامية والتظاهرات الأمنية الكبرى في ربوع المملكة.